في ذكرى رحيل القائد الشهيد تشعل إسرائيل غزة وتغتال رموزا من المقاومة. الداخل الإسرائيلي مأزوم، ماذا يريد نتنياهو ومما يخشى؟ في المشهدية خاص فلسطين وتحدياتها نستعرضها مع رئيس الحركة العربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من المشهدية خاص التي نخصصها لفلسطين، لفلسطين أيضا 48، لكل الأحداث المرتبطة بها. ونحن على بعد أيام قليلة من ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات. ورحب بك دكتور أحمد طيبي، مساء الخير وأهلا بك، أنت معنا من القدس المحتلة. مساء الخير لنا ولجميع المشاهدين. لدينا محاور متعددة لنتحدث بها معك في هذا الحوار، إنما لأن الأحداث تفرض علينا أن نبدأ منها، سنبدأ المشهد الأول من غزة. دكتور طيبي، دائما في إسرائيل يحسبون الأمور بمبدأ الربح والخسارة، لذا أريد أن أسألك في البداية، هل كسب نتنياهو من جولة التصعيد الأخيرة مع غزة؟ هل كسب من اغتيال الشهيد القائد أبو العطاء؟ هل حقق ما كان يريد من هذه العملية؟ هناك علامات استفهام كبيرة حول توقيت هذه العملية اللي أقرها نتنياهو. سياسيين وعسكريين سابقين قالوا أن التوقيت له علاقة بقضية تشكيل الحكومة المناطة ببيني جانتس منافسه. يجب علينا أن نصدق كل ما يدور من أسئلة حول دوافع بنيامين نتنياهو، لأن كل شيء مجند عنده للبقاء السياسي، خاصة أن ليبرمان قال أنه قبل عام هو اقترح اغتيال القيادة أبو العطاء ورفض طلبه. الآن عند الحديث عن إمكانية تشكيل لبيني جانتس في فترة 28 يوم تطرح هذه العلامات، ولكن كما يبدو في الرأي العام الإسرائيلي هناك من يقول أن نتنياهو كسب نوعا ما، وخاصة في قضية وضع كحول لافان أزرق أبيض في الزاوية وليبرمان من إمكانية تشكيل ما يسمى بحكومة ضيقة. وهناك معلقين يقولون أن هذه مجرد جولة سيفيف كما تقوم إسرائيل في كل عدة أشهر، جولة من العدوان والمواجهات، صاريخ هنا صواريخ هناك وإلى آخره، وتنتهي الأمور هكذا. في القناة الثانية كان في هناك معلقين مثلا يارون أبراهام تحدث عن عدم إنجازات بنيامين نتنياهو وسلبيات ما حصل، وهناك مراسل آخر تحدث عن الإيجابيات التي حققها الجهاد الإسلامي. ولذلك نحن أمام مشهد كنا نتوقع عشية تشكيل الحكومة أن يقوم نتنياهو بشيء ما، يعني دكتور أن يبادر بشيء ما في غزة أو في الشمال، وهو فعل ذلك. أنت مقتنع تماما بأن كل ما حدث هو خدمة لهدف داخلي لدى بنيامين نتنياهو، يعني حسابات داخلية بحتة. من معرفتنا لنتنياهو في الكنيست والسنوات المضت، كل ما يقوم به يحسب حساب البقاء السياسي ومقعده ومصلحته السياسية في الدرجة الأولى. عمر برليف هو عضو كنيست من حزب العمل وكان قائدا للوحدة الخاصة لقيادة الأركان، هو قال إنه التوقيت مدفوع بمنع نتنياهو، محاولته منع إقامة ما يسمى بحكومة ضيقة وإمكانية دعمها من الخارج من القائمة المشتركة، وهو ما يتردد في الإعلام في الأسابيع الأخيرة. إذا كان هو الهدف فما من شك أننا بعيدين عن ذلك. سأذهب الآن لأنك بدأت تتحدث بصلب الموضوع، وهو منع تشكيل حكومة ضيقة، منع حتى أن يحصل حوار بينكم وبين بيني جانتس الذي سيشكل هذه الحكومة،
يعني أكثر من ذلك شيطنتكم أنتم كنواب عرب وأنت بشكل خاص. قبل أن أتحدث عن هذه الشيطنة سنذهب قليلا لنرى كيف كانت المواجهة بينك وبين نتنياهو في الكنيست منذ يومين تقريبا. هذا الفيديو الذي عرضتموه أنتم على صفحتكم على الفيسبوك سنستعيده الآن مع المشاهدين. كيف كانت هذه المواجهة إذن بينك وبين نتنياهو؟ وصفته بالكاذب ويعني كان في إزاحة لك من داخل الكنيست والمحرد. نشاهد سويا كيف كانت المواجهة. פשע מלחמה הוא לעשות מה שעושים הטרוריסטים מעזה כשהם יורים רקטות על אשקלון. אני לא אישרתי בקשות חוזרות ונשנות של גורמי הביטחון משום שבדקנו מה הסיכויים שיפגעו כאן בלתי מעורבים. אבל זה שונה לחלוטין ממה שעושים אותם טרוריסטים שיש כאן חברי כנסת שניגשים להגן עליהם ואתם בעצם מקדשים את פשע המלחמה שלהם. זה מה שאתם עושים. והנה אחמד טיבי, אתה אמרת עליי, כן? מבין, אני... חבר הכנסת טיבי, אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. دكتور تيبي، ما الذي حدث في هذا اليوم؟ يعني كيف بدأت هذه المواجهة بينك وبين نتنياهو؟ الحقيقة هو يستهدف زملائي نواب القائمة المشتركة، وفي الأسابيع الأخيرة وفي الأسبوع الأخير صعد من عملية التحريض علينا وعلي شخصيا أيضا بأكاذيب من باب الشيطنة، دمغنا بالإرهاب، تقديس جرائم الحرب. قال إنه أحمد الطيبي قرأ أسماء ما أسماه بالمخربين، وجه كلامه لجانس وقال له أحمد الطيبي قرأ أسماء المخربين من على منصة الكنيست، وهذا كذب. أنا قرأت أسماء أطفال فلسطينيين وأمهاتهم اللي عمره سنتين اللي عمره 7 سنوات والأمهات الذين قتلوا واستشهدوا بغارات إسرائيلية في 2014. لا أعرف إذا صاروا الأطفال الفلسطينيين يسموا بالمخربين والإرهابيين. ولذلك أنا قلت له أنه كذاب ومحرض، وخاصة أنه فعل نفس الشيء مع زملائي أيضا في القائمة المشتركة والتحريض المستمر بهدف الشيطنة. ما من شك أنه يقصد من وراء ذلك، يقصد منع بيني جانس من إمكانية الحوار معنا. المزبوط كان في حوار واتصالات، لم يكن في مفاوضات بيننا وبين كحول لافان ولا أي اقتراح رسمي. وإحنا لا نتحدث عن ملاك وشيطان يعني أو أبيض وأسود، نتحدث عن ربما بموضوع غزة سيء وأسوأ. ولكن بنهاية المطاف نعم قلناها في الحملة الانتخابية، نريد أن نزيح بنيامين نتنياهو من منصبه، هذا كان وعدنا في الانتخابات، ونريد أن نستغل وزننا ك13 نائب في هذه الاتصالات من أجل تحصيل هذا الهدف، وأهداف أخرى هي مصلحة جماهيرنا وقضايانا المدنية والسياسية. إذا قدر لنا ذلك فسنكون أنجزنا بإزاحة بنيامين نتنياهو، لأنه أكثر زعيم وأكثر رئيس وزراء حرض ضدنا، ضد شرعية عملنا السياسي، ضد شرعية وجودنا كجماهير عربية. هو يفعل ذلك عن قصد، ونحن نرد أيضا، لأننا مش بس ندافع عن ذاتنا ووجودنا، لأننا نشعر بثقة عالية كبيرة بالنفس وقدرة سياسية على أن نواجه بنيامين نتنياهو ونكشف زيف كلامه وتحريضه على كل فلسطيني. وأنا يعني قلنا له أنه يستهدف المدنيين أيضا، وينظر الجميع ماذا حدث مع عائلة السواركي، يعني أطفال اللي عمره سنة عمره سنتين 5 سنين، أمهات، رجال لا علاقة لهم بأي مواجهة عسكرية.
يتم قصفهم بصاروخ ثم يأتي الرد التقليدي بالغلط. يعني في 2014 قتل واستشهد مئات الأطفال والأبرياء، آلاف أصيبوا وقتلوا، ودائما يقولوا بالغلط. يعني أنا بفهم أن الغلط ممكن يكون مرة واحدة أو مرتين أو عشر مرات، أما بالآلاف هذا ليس خطأ. وأنا أستخدم أقوال بنيامين نتنياهو الذي يتحدث عن استهداف المدنيين ضده، إحنا ضد استهداف المدنيين أيا كانوا، وفي المواجهات العسكرية في مقاتلين وحملة سلاح النتائج تكون كيفما تكون، أما المدنيين والأطفال وهذا فنحن نرفض، والمنظر يقطع القلب. رفضا أخلاقيا وسياسيا قانون دولي هذا دكتور مرفوض. تيبي قتل الأطفال هو جريمة. الآن في الشيطنة لكم، وأنت أيضا في صور توزع على الإنترنت أنك تلبس لباسا عسكريا، هو لباس يذكر بحركة الجهاد الإسلامي، أيضا هو لباس الحركة، وكل هذه الحملة الإعلامية كيف تدار راهنا؟ أخبرنا أكثر تفاصيل، ما الذي يحدث؟ كيف اليمينيين هم الذين يقومون بهذه الحملة بحسب معلوماتك؟ طبعا طبعا هاي جهات يمينية وأشخاص من اليمين المتطرف. منذ بدأ بنيامين نتنياهو حملته ضدنا في القائمة المشتركة وبالاسم يبزغ هؤلاء، دائما هكذا احنا متعودين، وخاصة في الحروب والعدوان، لأنه موقفنا دائما ضد الحروب والعدوان، ضد هذا شيء، هذا موقف ضميري وموقف إنساني وموقف سياسي ووطني أيضا من الدرجة الأولى، لن نتنازل عنه بسبب اتصال هنا أو هناك. هذه الصورة يعني مفروض شو القصد، الصورة أنه مرشح للاغتيال أو اغتالوه أو كذا. هذا التحريض مسؤول عنه بنيامين نتنياهو، ورسائل قذرة تصل بالتهديد وقتل عائلتك وبناتك إلى آخره. تصلنا مؤخرا كمية كبيرة من هذا التهديد، وتصل كل الزملاء أيضا بسبب النواب، بسبب حملة بنيامين نتنياهو للشيطنة ونزع الشرعية ودمغنا بدمع دعم الإرهاب، دعم جرائم الحرب إلى آخره. هكذا يقول من هو مسؤول عن قتل عائلة السواركي، ودائما الجواب بالغلط. من يخطئ والغلط يجب أن يتحمل مسؤوليته من يرتكب هذا. يعني أنت برأيك الآن في تحريض على حياتك، وأنت على تخشى على حياتك؟ لا أنا دكتور تيبي تخشى حياتك الآن؟ يعني مش قضية خوف، يعني ممكن قضية حذر إلى آخره، ولكن منذ متى تغير هذه التهديدات والشتائم وهذا المستوى القذر الواطي من مواقفنا والتصاقنا بموقف سياسي وطني والوقوف مع أبناء شعبنا؟ ولكن لدينا موقف إنساني أيضا، يعني إحنا بس نقول ضد المس بالمدنيين نقصد ذلك وملتصقون بهذا المبدأ، بينما لم نرى على مدى كل هذه السنوات أي من الوزراء الإسرائيليين يندد يستنكر مقتل طفل فلسطيني واحد. ماكسيموم أقصى ما يمكن أن يقولوه نعبر عن الأسف. لا، عندما تقتل عائلة يجب أن يتم التنديد والاستنكار، لأنه في الاستنكار في موقف سياسي وأخلاقي وقانوني، وهم لا يستنكرون، أقصى ما يقولوا بالغلط. دكتور نرفض هذا التنصل رفضا باتا. أمام هذه المواجهة، نحن نعلم ماذا تكلف هذه المواجهة عندما تقول بأن إسرائيل تقصف مدنيين في قلب الكنيسة. هذا الصوت قليل أن نسمعه طبعا، يعني مهم جدا أن يكون هناك من يقول ويتحدث بهذا الأسلوب. إنما أيضا بالنسبة لمسألة قضية المقاومة في غزة، أيضا المقاربة حساسة بالنسبة إليكم، إنما أريد أن أسألك عن موقف إسرائيل الآن من هذه المواجهة مع الجهاد الإسلامي، لأنه واضح أن إسرائيل في المواجهة الأخيرة كانت تركز على الجهاد الإسلامي دونا عن حركة حماس. كيف تفهم هذا التركيز وهذه السياسة التي ظهرت في المواجهة الأخيرة؟
نعم هم قصدوا هذا الاغتيال وقصدوا هذه المواجهة، ولذلك أنا في بداية الحوار قلت أن التوقيت عليه علامات سؤال وأكثر من علامات سؤال. التوقيت في بعد سياسي حزبي داخلي إسرائيلي، حتى لو كان في هناك مسؤولين عسكريين وأمنيين قالوا لا أن التوقيت ما إلوش علاقة، والدليل على ذلك أنه طرح هذا الاغتيال قبل عام ورفض ذلك. لماذا يتم تتم هذه العملية أسبوع قبل انتهاء جانس من تشكيل حكومته وعشية ربما انتخابات مبكرة في شهر آذار؟ مطلوب الإجابة نعم. على هذا السؤال أو طب يبقى يعني علامة السؤال كبيرة، وقد فعلها بنيامين نتنياهو في الماضي. طب هذا يعني أن شيطنتكم بشكل خاص لعدم يعني لإقفال الطريق على بني جانس من أن يجلس معكم بالنسبة للحكومة، ومن أن يكون هناك يعني استبعاد كامل لحتى مشاركتكم بأي حكومة. طبعا بقطع النظر عن أنتم شو وجهة نظركم بمسألة الحكومة، بس يتم الحديث كثيرا عن أنه يعني أنتم قد تشاركون بحكومة يشكلها بني جانس لكي تنجح هذه المساعي له. هل فعلا هذا هو الهدف، استبعاد وجود عرب بشكل تام فلسطينيين في داخل أي حكومة ممكن أن تتشكل في المستقبل؟ القائمة المشتركة قالت أنها لن تشارك في حكومة بني جانس، والحديث كان يدور عن ما يسمى الكتلة المانعة اللي حصلت أيضا في بداية سنوات التسعين مع أحزاب عربية، مع الأخ عبد الوهاب دراوشي وطال الله في عمره والراحل توفيق زياد، الحزب الديمقراطي العربي والجبهة، وكان في هناك نتائج إيجابية عادت على المجتمع العربي في الداخل. الحديث يدور عن ذلك، لم يطرح علينا اقتراحا رسميا بذلك. كان في اتصالات نعم بين المشتركة وبين كحول لافان، ولكنها بقيت اتصالات ولم ترتقي إلى اجتماعات رسمية تلزمنا ببحث ذلك واتخاذ قرار في داخل الكتلة والأحزاب. أما كما تفضلت وبدقة، نتنياهو يهدف من وراء هذه الحملة بالأسبوعين الأخيرين لأنه شعر يبدو أو هكذا يقول المقربون منه أنه هذا الخيار أو هذا السيناريو مطروح، وهو قرر أنه عبر هذه الحملة من الشيطنة ومن التحريض على نواب وقيادات القائمة المشتركة أن يقطع الطريق أو أن يضع بيني جانس في الزاوية ليتردد. أصلا هم كحول لافان مترددين من أول يعني، ولكن نتنياهو أراد أن يساعدهم في هذا التردد. ولكن الموضوع أخذ منحى آخر بمجرد عملية الاغتيال، لأنه يحدث اصطفاف إسرائيلي ربما 80-90% من الجمهور ومن النواب، ربما ما عدا القائمة المشتركة وميرتس هم ضد العدوان على غزة. وهذا الاغتيال وهذا العدوان ربما أيضا ساهم في تبريد أي محاولات واتصال لما يسمى كتلة مانعة من قبلهم. إحنا موقفنا كان ولن يتغير كما قلت في البداية، ضد الاغتيالات، ضد أي عدوان، مع رفع الحصار، غزة تحت الحصار. وعندما نقول نحن ضد قتل المدنيين واستهداف المدنيين ونريد إخراج المدنيين من دائرة العنف عن الجميع، نقول أيضا أنه فيش موازاة بين من يخضع للاحتلال والمحتل، بين من يخضع للحصار ومن يفرض الحصار على أهلنا في غزة. تماما. أنا نتحدث أيضا عن تشكيل الحكومة، ما رأيك أن نذهب قليلا لنرى ماذا قال أفيغدور ليبرمان، وهو طبعا الآن مهم جدا موقفه في مسألة تشكيل الحكومة من عدمها، كان له مواقف سريعة في الأيام الماضية، نشاهد ماذا قال ليبرمان.
إذن هذه كانت أبرز مواقف ليبرمان. يقول أنكم طابور خامس. دكتور تيبي، كيف ترد على هذا التوصيف؟ نحن أهل هذه البلاد، مش بس سكان البلاد الأصليين، إحنا أهل هذه البلاد. لم نأتي هنا لا بطائرة ولا بسفينة، ولذلك يعني شيء يستحق الإصدراء هذا النوع من التعبير عن الجماهير العربية في الداخل. ولذلك قلت أكثر من مرة وقلنا أكثر من مرة لن نكون شركاء في نفس الحكومة مع من يصفنا بالأعداء وإلى آخره. لا يهمني ماذا يقول في نهاية المطاف ليبرمان اليوم وأمس، فهذا كان موقفه دائما ومواقفه معروفة. المهم هي مواقفنا، مواقفنا ثابتة لا تتغير. ربما يكون ليبرمان وغيره يستعملون هذا الخيار، خيار الحكومة الضيقة، للمناورة أيضا. نحن نأخذ هذا في الكتلة، نأخذ هذا في نظر الاعتبار، ولا نريد أن نكون أداة للمناورة، ولكننا نعم نقول لجمهورنا، وجمهورنا يريد ذلك، أن نستغل كل فرصة تسنح، كل نافذة من أجل مصلحة جمهورنا وإمكانية تحصيل إنجازات تاريخية له إذا تمكننا من ذلك. لا يمكننا فقط أن نقول لا ثم لا ثم لا دون أن نحاول. ولكن الكرة في ملعبهم، نحن واثقين من موقفنا، صامدين راسخين في هذه المواقف. إذا توجهوا لنا، والاحتمالات باتت ضئيلة لأنه لم يتبقى لبيني جانس إلا أيام معدودة، ولذلك الاحتمالات هي شبه معدومة. بعد ذلك ننتقل إلى فترة 21 يوم. لنا 21 يوم اللي هي بعد انتهاء توكيل جانس، يكون نتنياهو فشل، يكون جانس فشل، تبقى 21 يوم. إذا في نائب، أي نائب من الكنيست يحصل على توكيل وترشيح 61 عضو كنيست، رئيس الدولة سيوكله بتشكيل الحكومة. أشك أن يكون شيء من هذا القبيل إلا إذا ليبرمان انقلب يعني مرة أخرى وراح مع بنيامين نتنياهو. يعني كل الأمور ممكن. معقول ذلك؟ يعني في أحاديث عن أنه من الممكن أن يكون هناك اتفاق فيما بينهم على عناوين سياسية. تماما. طب أنا أريد أن أسألك، هل إذا لم يحصل هذا السيناريو انقلاب وتفاهم بين ليبرمان ونتنياهو، ذهاب إلى انتخابات للمرة الثالثة، يعني انتخابات مبكرة للمرة الثالثة، ما هو المؤشر الذي يعطيه المؤشر على حال إسرائيل راهنا؟ أن نتنياهو ملتصق في كرسي رئاسة الوزراء، وأنه مستعد أن يحرق الأخضر واليابس لكي يبقى هناك، ولكي يذهب إلى المحكمة بعد تقديم لائحة اتهام ضده من قبل المستشار القضائي خلال الأسابيع القادمة، وهو يحمل منصب ولقب رئيس الوزراء. بالنسبة لنتنياهو هذا مهم للغاية، لأنه هاي فيها ميزات، حتى ميزات أمام المحكمة، ولذلك هو يفعل كل شيء. أصلا شو الخلاف بين نتنياهو وجنس على حكومة الوحدة الوطنية كما تسمى؟ من الذي يبدأ؟ نتنياهو اجرب الحيط، يريد أن يبدأ، لأنه قريبا ستقدم ضده لائحة اتهام ويرسل إلى المحكمة. هو يريد أن يقوم بذلك وأن يحصل هذا وهو رئيسا للوزراء، لأنه إذا بيني جانس بدأ رئيسا للوزراء، بنيامين نتنياهو سيكون وزيرا، وإذا كان وزيرا وقدمت ضده لائحة اتهام يجب أن يستقيل. ولذلك نتنياهو يحسبها بدقة، وهو سياسي بارع في هذه الأمور، يجب أن نقول ذلك، ومتمرس في هذه القضايا. نجح في تشكيل بلوك من 55 وهو متمسك به، ولم ينجح بيني جانس في تفكيك هذا البلوك اليميني بين حزب الليكود وأحزاب اليمين والأحزاب المتدينة. انتخابات مبكرة للمرة الثالثة، برأيك هل ستغير في المعادلة أم ستعيد إنتاج نفس النتائج التي أتت في المرة الأولى والمرة الثانية؟
سؤال مليون دولار، سؤال رائع، الكل يسأل ذلك. أقله بالنسبة إليكم، يعني هذا الأهم بالنسبة إليكم صراحة. بالنسبة إلينا القائمة المشتركة ستزيد من تمثيلها وتحصل على 15 مقعدا تقريبا. نحن نشعر واثقين بذلك وبالثقة المتنامية. نعم، مش بس الشارع واستطلاعات وكله، نحن واثقين من زيادة نتيجة عدد النواب للقائمة المشتركة. احنا كلنا مثلا بيني جانس لا يريد انتخابات، الأحزاب المتدينة لا تريد انتخابات، ليبرمان لا يريد انتخابات، نتنياهو يريد انتخابات لأنه يريد أن يبقى رئيس الوزراء. إذا فرضت علينا الانتخابات احنا في القائمة المشتركة سيزيد تمثيلنا، واعتقد ستزيد نسبة المشاركة في الانتخابات، مشاركة المصوتين العرب، واعتقد إذا جرت انتخابات ستجري ربما ب 17 آذار القادم. ثلاث انتخابات مبكرة في عام واحد، هاي ما صارتش حتى في إيطاليا، يعني اللي كانت تتناوب في فك الحكومات والانتخابات وكلها. نعم، وكلها كل ذلك يعود إلى نتنياهو ورغبته الجامحة في البقاء السياسي. أعتقد في أي دولة غربية، السويد، نرويج، كندا، كذا، أي وزير، أي رئيس وزراء كان يواجه لائحة اتهام الرشوة وإساءة الائتمان كان سيستقيل قبل أن يذهب إلى انتخابات. وأريد أن أذكر بقيادة إسرائيلي إسحاق رابين اللي قبل الانتخابات سحب ترشيحه لأنه ثبت أن لزوجته في 20,000 دولار في حساب في أمريكا. نتنياهو مليء بتهم أسوأ من ذلك، أقصى من ذلك، وهو متمترس في مقعده ويحضر لحرب ضد المستشار القضائي وضد النيابة، ومعه شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي اليميني التي لا يمكنها أن تتصور خسارة الحكم وتحول الحكم من اليمين إلى المركز. نعم دكتور تيبي، لأنك يعني تتحدث عن مأزق نتنياهو، في القسم الثاني من الحوار سنوسع أكثر المشهد لنخرج من دائرة إسرائيل ونسأل عن المواجهة أكثر في المنطقة في الواقع، انطلاقا من هذا الوضع المأزوم الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو. إذن مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير جدا، نعود بعده لمتابعة هذا الحوار مع دكتور أحمد تيبي رئيس الحركة العربية للتغيير. مشاهدينا من جديد أهلا بكم إلى المشهدية خاص مع دكتور أحمد تيبي الذي هو معنا من القدس. أهلا بك من جديد دكتور تيبي. ويعني تحدثنا عن نتنياهو في الداخل، وهو قال بأنه يريد التهدئة بعدما حصلت العملية التي نفذها كان في غزة أو حتى في دمشق. هل فعلا اليوم إسرائيل إذا أردنا أن ننظر إلى وجهتها الاستراتيجية في المنطقة، هذا المأزق الداخلي الذي تعيشه في مسألة تشكيل الحكومة يمنعها من أن تشن حروب ربما خارجية، من تصعيد لمواجهات خارجية أيضا مع دول المنطقة أم لا؟ هذا الاغتيال يقول عكس ذلك. يعني دائما كانوا يقولون أن نتنياهو لا يريد أن يشن حرب لا بالشمال ولا بالجنوب، لا بغزة ولا مع حزب الله، ولكن هذا الاغتيال يكسر هذه. إيه بس هو كأنه دكتور تيبي انكفأ بعد تنفيذ العملية. عفواً بس ملاحظة صغيرة، يعني هو كأنه انكفأ مباشرة بعد تنفيذ العملية، يعني دغري كان عنده تصريح يقول فيه أنه يريد التهدئة لا يريد التصعيد، كأن عملية موضعية ويريد أن ينتهي لأنه منها. نجح في الاغتيال، لأنه لا من ناحيته هو نجح في الاغتيال، يعني هو بهذا الموضوع بهذه القضية العينية هو حصل على ما يريد من اغتيال قيادي بارز في الجهاد الإسلامي. ولكن
لا يجب علينا أن نستبعد أنه قبل الانتخابات الجاية اللي بدها تصير بشهر 3 ربما يبادر إلى شيء، إلى نوع ما، لأنه دائما هاي العمليات، عمليات الاغتيال أو مواجهة هنا أو هناك، ترفع من أسهم أي مسؤول أو أي مرشح إسرائيلي في الانتخابات. ولطالما كان الدم الفلسطيني وقود في التنافس الإسرائيلي الداخلي، حدث ذلك في الماضي ولا يستبعد أن يحدث مستقبلا. والدليل هذا الاغتيال اللي عليه، أعود وأكرر، علامات سؤال كبيرة حول توقيته والبعد الحزبي الداخلي تماماً الإسرائيلي لهذه العملية. بس دكتور تيبت، يعني السؤال هنا عن شكل التصعيد، يعني عندما تتحدث عن اغتيال لشخصية تكسب من خلالها نقاط، أتحدث طبعا كيف يفكر نتنياهو، يكسب من خلالها نقاط انتخابية في الداخل، غير ما أن يقوم بتصعيد شامل وعدوان كبير كان على غزة أو حتى على الحدود مثلا مع لبنان، أو حتى مثلا أن يكون هناك تصعيد فرضنا في الجولان أو في سوريا أو إلى آخره. يعني الآن شكل التصعيد الذي يبحث عنه نتنياهو، هنا أريد أن أسألك عنه، ما هو هذا الشكل؟ خصوصا أن الآن على السوشيال ميديا بشكل خاص الإسرائيلية في تركيز على شخصيات من محور المقاومة، يعني القائد أبو العطا كان في تركيز كبير عليه في الآونة الأخيرة أنهم يريدون اغتياله، الآن في تركيز كثير على قائد قوة القدس في الحرس الثوري، يعني قاسم سليماني، اللواء قاسم سليماني، أيضا في تركيز على السيد نصر الله. يعني هذه هي هذا هو الكنز أو الفوز الذي يبحث عنه نتنياهو ليكسب انتخابيا؟ أعتقد أنه بالمجمل بالرأي العام الإسرائيلي كسب بعض النقاط من عملية الاغتيال. هناك من ينتقد ويقول أنه بسبب عملية الاغتيال تم شل نصف دولة إسرائيل، لا تعليم لا أماكن عمل. هناك انتقاد من هذا النوع. في الانتخابات السابقة، عطفا على سؤالك، هو كان يفكر كما نشر تقارير هنا في البلاد بمبادرة لحرب في غزة، ومنع من ذلك لأنه طلب منه أن يجمع الكابينيت ويأخذ قرار في الكابينيت. كان يريد أن يبادر إلى حرب قبل الانتخابات السابقة، وكان يود، كانت النتيجة ممكن تكون تأجيل الانتخابات أو ربما أن يكسب الانتخابات لأنه قاد حربا. لذلك دائما أنا أقول قبل الانتخابات يجب أن نأخذ في نظر الاعتبار إمكانية استفزاز أو مبادرة من بنيامين نتنياهو لعمليات اغتيال، لاقتحامات، لضرب هنا أو لقصف جوي في دولة عربية، وتسريب ذلك بعد ذلك للإعلام الإسرائيلي. كل هذا حصل في الماضي ولا يوجد أي سبب ألا يحصل في المستقبل. طب دكتور تيبي، إلى أي مدى الأحداث التي تحصل في لبنان، نحن نعلم في لبنان الآن في تظاهرات، في حراك، في اتهامات أيضا للولايات المتحدة الأمريكية بأنها تتدخل على هذا الخط، خط المعيشي، لكي تحرف الأنظار وتركز، مش اتهامات، هي قالت يعني بومبيو كان واضحا بأنه يريد مواجهة إيران في لبنان وفي العراق. لأي مدى هذا الوضع ممكن أن يكون أيضا هناك يد إسرائيلية فيه، يعني إسرائيل ممكن أن تتدخل أكان على المستوى السياسي أو حتى على المستوى العسكري؟ لا أرى أي علاقة في المظاهرات العارمة التي تحصل في لبنان، وأريد أن أقول رأيي صراحة بهم يتحملوني. هذه المظاهرات مظاهرات شعبية عارمة تقف في من وراءها مواقف شرعية ومطلبية لشعب يريد أن يحسن من ظروف معيشته وإلى آخره، ولذلك في تعاطف عربي وعالمي مع هذه التظاهرات. ما قال وزير الخارجية الأمريكي لا أعرف كيف يمكن أن يكون ربما دكتور تيبي، ربما دكتور تيبي أن إسرائيل من الممكن أن تدخل على خط هذه التظاهرات وتحول الشعارات، هذا ما قصدته من السؤال، تحول الشعارات نحو حزب الله.
كيف يعني أي شعارات؟ الشعارات التي تقال في الشارع، وجهة الشارع، في عداء بين حزب الله وإسرائيل معروف، أن ينتهي الحراك من أن كونه معيشي ليصبح سياسي. يعني هذا المقصود من السؤال. إحنا تابعنا من هنا ورأينا أن الحراك هو حراك معيشي ومطلبي لتحسين الأداء، لتحسين شروط المعيشة. هذا ما لاحظناه من عندنا. أما إنه في من يحلم ويفكر إنه أن يمس أن يتضرر هذا الحزب أو ذاك أمريكا وإسرائيل، هاي بتفكر فيها 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، وهذا شيء معلن وليس سرا. ولكن لا يمكنني أنا كأحمد الطيبي إلا أن أعلن عن تعاطفي مع أي شعب ينتفض لتحسين وضعه وتحسين معيشته. طب دكتور طيبي، سنذهب الآن إلى المشهد الأخير في هذا الحوار، وهو عن القضية. وعلى فكرة لنا، إحنا بنحب لبنان وبنحب كل اللبنانيين، يعني لبنان في قلبنا جميعا ونريد لها الخير دائما. لا، هو السؤال سياسي بامتياز، يعني مش عم بسأل عن، يعني نعرف محبتكم للبنان ولكل الدول العربية، يعني أنتم كنتم مع كل الحراك الذي حصل في الدول العربية، حتى بالعراق هلأ في حراك معيشي، يعني الكل يدعم هذا الحراك. زي ما بتحبوا أنتم فلسطين، زي ما بتحبي لنا، زي ما بتحبي أنتم وأنتم في الميادين والشعب اللبناني، زي ما بتحبوا فلسطين طبعاً. هذا الحب متبادل طبعا. فلسطين هي البوصلة لنا في الميادين كقناة عربية بالدرجة الأولى. دكتور طيبي، الآن سنذهب إلى المشهد الثالث، وهو كل التقدير والاحترام. القضية، إذن لأننا بدأنا نتحدث عن القضية دكتور طيبي، القضية الفلسطينية، منذ أيام كانت ذكرى رحيل القائد ياسر عرفات، القائد الشهيد. وهنا في كل عام عندما تعود هذه المناسبة نسأل عن وضع القضية دكتور طيبي. الآن كيف ترى وضع هذه القضية، وضع الشعب الفلسطيني؟ في تراكم لنجاحات على الأرض يجب أن نعترف بها، بس أيضا في تحديات. اليوم أنت كيف تقيم هذه التحديات؟ التحديات اليوم أكثر مما كانت في الماضي. الشعب الفلسطيني راسخ بمواقفه وثوابته الوطنية، بالرغم من أنه يواجه أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا، نمو في الاستيطان وتنامي في هذا الاستيطان اللي هو جريمة حرب، وموقف أمريكي، موقف البيت الأبيض، موقف ترامب الداعم لسياسات إسرائيل مهما كانت، مهما كانت، داعم للاستيطان، داعم لكذا. ولذلك مثلا اعتراضهم واعتراض الحكومة الإسرائيلية على قرار البرلمان الأوروبي اللي فيه مكسب كبير للقضية الفلسطينية، وهو بدمغ بضائع المستوطنات، لأن الأوروبية منتج إسرائيلي من المستوطنات. نعم 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 نعم، هاي خطوة وإنجاز دبلوماسي كبير. نعم. تبقى التحديات الكبيرة، وهو حاليا الشعب الفلسطيني يخضع للاحتلال في الضفة الغربية وللحصار في غزة. المجتمع الدولي موقفه ليس كما كان بالماضي، والقضية الفلسطينية لا تتصدر العناوين كما كانت في الماضي. العالم العربي منشغل، كل دولة في قضاياها الداخلية، وانت شايفة واحنا كلنا شايفين، ومنشغلين بالتطبيع كمان دكتور طيبي، يعني في قضاياها. هنا اريد ان اسالك، يعني هيك وهيك، ولكن في هناك شعوب حية في العالم العربي تبقى كما تفضلتي، واشكرك على ذلك. فلسطين هي بوصلتها والقضية الفلسطينية في قلبها، ولهؤلاء نقول كل المحبة والتقدير من هنا من القدس. تراجعت صفقة القرن؟ يعني انظري، منذ أكثر من عامين وهم يقولوا الشهر الجاي، كمان شهرين، كمان 4 أشهر، ونظرا لما يحصل مع بنيامين نتنياهو، انتخابات مبكرة، انتخابات مبكرة، وهو لا يفوز، لم تطرح صفقة القرن.
مع أنه معالمها معروفة، معالمها تريد أن تطيح بالثوابت الفلسطينية بقضية اللاجئين، بالقدس، بالحدود، بالمستوطنات، بالسيادة وحق تقرير المصير. واضح أن صفقة القرن هي صفقة لتصفية القضية الفلسطينية، ولذلك الرفض الفلسطيني كان من الطفل الفلسطيني إلى الرئيس الفلسطيني. وصح أن الشعب الفلسطيني اليوم والسلطة الفلسطينية من ناحية قوة، إسرائيل أقوى بكل المفاهيم سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، ولكن في كلمة واحدة من حرفين هي السلاح الفلسطيني الأقوى أمام صفقة القرن، وهي تمس بها وبشرعيتها وبإمكانية طرحها، وهي كلمة نو، لا، وهو الجواب الفلسطيني الرسمي من الرئاسة الفلسطينية، من الشعب الفلسطيني، من الفصائل الفلسطينية، ومن دول أوروبية أيضا التي لا ترى بما يسمى بصفقة القرن أي ستارتر، يعني أي إمكانية لبدء أي حوار، بينما نحن نشدد على أنها خطة شريرة جهنمية للمس بالثوابت الفلسطينية. وترامب مرة تلو الأخرى يتردد في طرحها، وأحد مهندسيها غرينبلات، سيء الذكر، غرينبلات استقال. هذا غرينبلات كل ما يصير إشي هون بكتب تغريدة وكأنه عضو مش بالليكود، بحزب اليمين الجديد تبع نفتالي بنت وأيالة شاكيد. واضح أنهم يزودون من هو إسرائيلي يميني أكثر، ولذلك التعامل مع هذه الإدارة هو تعامل مع توأم بنيامين نتنياهو، اللي أنا متأكد هو يعرف شكل صفقة القرن، تفاصيل صفقة القرن ومعالمها، ولذلك لا يمكن إلا أن تكون قد نسقت معها، والرفض لها يقتلها بشكل تدريجي. أوكي، والانتخابات مبكرة أيضا. أيضا تقتل. إذا يعني وصول صفقة القرن إلى طريق مسدود هو أيضا يجب أن نقلب المشهد، لأن فعلا يعني أنت شاركت أيضا بدعم مثلا صمود هبة اللبدي، أيضا كان في طلاب يعني تم يعني نشر فيديو لهم منذ أيام وهم يرفضون حضور محاضرة في جامعة هارفارد للقنصل الإسرائيلي داني ديان. أيضا كان في مظاهرة أمام جامعة تل أبيب، يعني في حركة شباب. دكتور طيبي، هذه أريد أن أسألك عنها، هذه الحركة للشباب الفلسطيني أي أمل تعطي للقضية راهنا؟ أولا فيما يتعلق في هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، تم اعتقالهم اعتقال إداري، احنا ضد الاعتقال الإداري، وواضح انه تم تلبيسهم تهم لم تثبت حتى في محاكم إسرائيلية، ولذلك تم نقلهم الى الاعتقال الإداري. طلبت زيارة هبة وعبد الرحمن، سمح لي بزيارة هبة، وانا سعيد انهما في الأردن في بيتهم في عمان. وأنا أريد أن أقول بصراحة، الضغط الدبلوماسي الأردني هو الذي ساهم في نهاية المطاف مع الموقف الشعبي الأردني والفلسطيني، وكان لجلالة الملك عبد الله موقف صارم أدى إلى أن يحج إليه مسؤولين إسرائيليين ويتراجعوا عن قرارهم حتى بعد أن أعلنوا أنه في تهم خطيرة إلى آخره. الاعتقال الإداري معناته فيش تهم خطيرة، معناته بدهم يلبسوها تهمة مبني على ما يسمى بمعلومات سرية. الطلاب، طلاب في كلية الحقوق في هارفارد الذين رفعوا لافتات وخرجوا بهدوء في محاضرة لداني ديان القنصل الإسرائيلي في نيويورك، اللي عنوانها شرعية المستوطنات، جاي على كلية الحقوق في هارفارد يشرح للطلاب إنه المستوطنات شرعية. هذا الخروج من هذه المحاضرة أفضل من 10 رصاصات، يعني وأنا أريد أن أكون واضحا، لأنه الصور الآن على يفضح السياسة الإسرائيلية. نعم، هذه الصور صور رائعة، وأنا أريد جزء من هؤلاء الطلاب هم طلاب يهود أمريكان.
وفي قلق كبير لدى بنيامين نتنياهو ولدى وزارة ما يسمى بمحاربة البي دي اس من أن الطلاب اليهود في الجامعات الأمريكية يتجهون نحو مواقف ناقضة رافضة للسياسة الإسرائيلية إلى درجة تأييد البي دي اس. وما من شك في أنه داني ديان تلقى درسا في موقف حضاري ديمقراطي من الطراز الأول، وفي نهاية المطاف ألقى محاضرة أمام قاعة فارغة، وكذلك المظاهرة في تل أبيب. هذا صوت يصرخ ضد العدوان. كل هؤلاء يستحقون الإشادة والثناء، وحتى لو بقيت هذه المظاهرات وهذا الصوت اللي يصدر من هنا لنقف مع الشعوب المنتفضة والشعوب المطالبة بالحرية ومع المعتقلين والسجناء ضد الاعتقال الإداري وضد الحرب، سيبقى هذا الصوت حتى لو كنا وحيدين هنا في الداخل. تماما. هنا في الدقائق الأخيرة دكتور تيبي، ما هي رسالتك للداخل، للفلسطينيين في الداخل؟ ماذا تريد أن تقول لهم في الختام؟ موقف القائمة المشتركة واضح، قلناه في خلال الحملة الانتخابية أننا نهدف إلى إزاحة بنيامين نتنياهو وإلى إنجازات مدنية وسياسية لجماهيرنا لقضايانا اللي هي محاربة العنف والجريمة. مطلبنا قرار حكومي، خطة اقتصادية، إلغاء القوانين العنصرية، قانون كامينيتس، قانون منع لم الشمل، قانون القومية، إقامة جامعة في بلدة عربية، عملية سياسية صادقة جادة تهدف إلى إنهاء الاحتلال في نهاية المطاف. هذا هو لجنة ترعى قضايا أهلنا في النقب والاعتراف بالكرة غير المعترف بها، لأن الوضع هناك غير إنساني إطلاقا في 2019، وهذه السياسة الإسرائيلية يجب أن تفضح في النقب تحديدا. متمسكين بهذه المواقف نحملها إلى كل مكان، نحاول أن نستغل كل فرصة في حوار حتى مع ناس اللي إحنا ضدهم وهم ضدنا. الموقف السياسي المسؤول أن نستغل كل فرصة، وحتى أحيانا لو سكرنا أنفنا شوي، المهم مصلحة جماهيرنا والالتزام بثوابتنا دون أن نتنازل عليها. هكذا كان وهكذا سيكون. وإذا حصلت انتخابات في شهر آذار، أنا على ثقة أن شعبنا سيعطي ثقته للقائمة المشتركة، لأننا نحمل هموم الناس. وتحياتي إلى كل أبناء شعبنا في الوطن والمهجر اللي نقف معهم ونقف مع حقهم في الحياة الحرة الأبية، ودائما صوتنا من هنا من الداخل. ارفعوا الحصار عن غزة، فيحق لأهلنا في غزة ما يحق لسائر أنحاء العالم. لا يعقل 13 سنة مع هذا النوع من العقاب والسجن. لأهلنا وشعبنا في غزة. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد طيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير وعضو القائمة المشتركة وعضو الكنيسة. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في المشهدية خاص لهذه الليلة. شكرا على الاستضافة. شكرا مشاهدينا. أنتم أيضا شكرا لمتابعتكم. بإمكانكم التواصل معنا على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر وإنستغرام. إلى اللقاء.